طيب اليوم جايب لكم مهنة زلاتة انا ابراهيم وفيتش، بس قبل ما نبدا حلقة اليوم عندي لكم اعلان بسيط بينفعكم. جايب لكم موقع كيمبيو سيتي. مثل ما تشوفون قدامكم الموقع فيه اقسام كثيرة مثل التجميعات، كراسي جيمنج، طاولات جيمنج، اكسسوارات العاب برضو موجود عندهم، سماعات، كل شيء تحتاجه انت كجيمر او انك تبغى مثلا تبغى تشتري بي سي، تبغى تشتري سماعة، واي شيء تلقاه موجود عندهم في موقعهم. وكراسي الجيمنج برضو موجودة عندهم، فعندهم اشياء رهيبة يا لا تفوتون هذه العروض والاشياء الحلوة اللي عندهم. رابط موقع كيمبيو سيتي موجود تحت في الديسكريبشن، ولا تنسون تستخدمون الكود الخاص فيني، سهلته لكم، حطيت الكود B10 عشان تحفظونه، B10 هذا الكود الخاص فيني، فلا تقصرون معهم يا عيال. تبغى بي سي او اي شيء ادخل موقعهم، تبغى سماعة، تبغى اكسسوار اللعبة، طاولة، كرسي، اي شيء تبي موجود عندهم. حتى عندهم قسم خاص باكسسوارات الجوال مثلا كفرات زي كذا، يعني اي شيء للجوال. فالرابط موقعهم تلقونه تحت في الديسكريبشن، ولا تنسون تستخدمون الكود حقي اللي هو B10 اللي هو كود الخصم الخاص فيني. وان شاء الله في الايام الجايه راح يكون عندنا مسابقه مقدمه من كيمبيو سيتي، بس في الايام الجايه بعلمكم وش الشروط والاشياء اللي تسوونها لهذه المسابقه. على العموم رابط الموقع في الديسكريبشن والكود حقي B10. والحين ننتقل لمقطع اليوم. اول مباراة بتكون عندنا في حلقة اليوم بتكون ضد ارسنال في نهائي كاس السوبر الاوروبي. فلو جبت هذه البطولة بتكون عندنا 4 بطولات جمعتها، يبينا بس كذا نجيب انا خسرت السوبر الاسباني صح؟ ايه، لو اني جايب السوبر الاسباني كان صار عندي 5 بطولات، بس ان شاء الله هذا الموسم ماني مضيع السوبر الاسباني، ماني مضيع كل البطولات ان شاء الله. في ناس كتبوا لي ارنولد كان عنده شرط جزائي، يا عيال والله انا ما ركزت في الشرط الجزائي الصراحة بالنسبة لارنولد، بس كان الفرق كم؟ 20 مليون يا رجال، اهم شيء ان جبنا ارنولد. بس على العموم لا تنسى التحدي بيني وبينه 15 اسيست هذا الموسم، وعندنا هذا خوينا جبته وطلبت منه يتحول مركز سي اف عشان اصير استعمله هنا في الهجوم. وميكاليلي برضو يا عيال خلاص اتوقع انه الحين خلاص يصير سي بي، ولا دقيقه خلوني اتاكد، لانه كان مكتوب اذكر في الحلقه اللي فاتت اسبوعين تغيير مركز 88 صار حلو، صار سي بي طاقة 88، هذا اللي ابيه منك انا. وبعد مباراة ارسنال بروح اتفق لكم مع حارس باذن الله، راح يكون حارس رهيب. بس دقيقة انا ضايفة هنا، هذا هو الحارس وهذا هو سالم. انا فكر اجيب سالم الدوسري يا عيال، والله بيصير جلد هذا الموسم. بجيب سالم وبجيب هذا الحارس ان شاء الله من سويسرا، وعمره 21 ومع فالنسيا، اتوقع انه بينفعني. قبل ترينكاو وانا فكر اني ابيع ترينكاو من الاساس، فقبول ويست هام. هذا اللاعب برضو انا احتاج ابيعه، فوالله بيصير في تنظيف للنادي بعض اللعيبه اللي ما احتاج. وبعد شوي بنجرب الجهه اليمين هذه، احس وراها شيء خرافي. الجهه اليمين انضمام للهجوم وانت بقى في الخلف، ارنولد وسانشو بيشتغلون صح هذا الموسم. فيلا خلونا الحين نبدا ضد ارسنال في نهائي كاس السوبر الاوروبي، ان شاء الله نبدا موسمنا ببطوله. اول مباراه من بعد ما فاز باليورو زلاتان ابراهيموفيتش. اوكي روح فيربو، فيربو يصح ذا الموسم، فيربو بيكون التركيز عليه. ناول زين ولعب زين، ترى نشارك 200 مليون الله يقطعك. لا وزياده اني مفهي ولا انتبهت للشرط الجزائي. فرينكي ارفع، لا لا يا اخي وش ذي، المفروض ارسنال ما يقدر يسجل في مباراه اليوم. لا حلو، لا حلو حلو، خطيرة الله عليك. يا ليل يا ليل ولد، ها وشو؟ اوكي اوه اسحاق يا الفاشل، قايل لكم فاشل ما صدقتوني. تمريرة سانشو، سانشو روح. اوه بسم الله، من وين طلع زوما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، حلو على التغطية. انا ماني بقايل اي شيء عن التغطية، انتم شفتوا بعيونكم الحمار ذا اوباميكانو شو يسوي؟ انا اقول حرام ارسنال اللي يسجل، قمت على طول هدف. اوكي يلا يلا ندخل في اجواء المباراه، ندخل. روح يا ارنولد، وش تتفرج علي؟ تقدم، ايش الغباء ذا؟ زلاتان بريدج وتسديده، اوه يا زلاتان بسرعه، سكيب ارفع سانشو على راس زلاتان. ايه يا شيخ، مو على بالهم سجلوا انه منا بقادرين نرجع ولا سيطروا على الجيم. زلاتان يا اخي يخلص، يرحم امك ارنولد، تراني مركز عليك انا واجد، اي غلطه ممكن اطردك عادي، ترى شاركي 200 مليون والله اني متحسف اني شريتها بذا المبلغ، بس يلا روح يا ارنولد، اسيست يا ارنولد، رفع. اوكي ارنولد، العقال بيشتغل، اكسب يا سلام. حلو فيفا ناويين يخربون ذا الجيم، اي انا عارف ذا النظام. طير يا ميكاليلي، سلام والله شكله جيد في قلب الدفاع، افضل من الظهير الموسم اللي فات. كفو ديونك مرتده. سانشو روح، زلاتان معي بس لو ناولت بتنقطع ادري. سانشو يا ساتر يا السرعه، مبابي الله يا مبابي، حلو يا سانشو الاسيست،
سانشو حط بصمته. سانشو ابزيد التعليمات عنده، شوف انضمام للهجوم. لا لا ما ابغى يروح الوسط، اي انا ابغاه في الطرف بس متداخله. ايوه وسانشو ابغاك تروح العمق، فهمتوا؟ يعني سانشو يدخل، ارنولد هو اللي يصير يهجم من هنا. سلام، يا سلام يا بدري، يا سلام يا بدري. زلاتان جونيور ودي يشوت احس. اوه وش الانهاء، ما كنت كذا تشوت في اليورو يا ابو جونيور. اوكي اوكي لا 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 تنقطع، يا سلام يا سلام. تمريره تمريره، يبدو ان بدينا ندخل زياده في الجيم. اوف لو راحت البينيه، ما عليه. بدري بدري بدري، لا يا بدري. الله يا ديونج، الله يا ديونج. واضح ان ديونج مستلج ذا الموسم، واضح. ارجع لارنولد. اوكي روح ارنولد، ارفع مبابي. خطيره 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 خطيره. مارتينيلي مارتينيلي. اوكي ما في احد، ما في احد في المنطقه. ارسنال ما عنده اي حل هجومي. مضطرا للتسجيل، عليك الاندفاع للامام، الاعتماد على طريقه متوازنه. اسمعوا اسمعوا، فارس عوض جالس يدرسهم التكتيكات، هذا المفروض اللي يلعب فيه. جالس يدافع سانشو. اوكي يا ربي، يا سلام يا سلام. اخلص ارنولد يا اخوي اخلص، وش ذا الثقل اللي انت فيه؟ شفت ناس كاتبين انه ثقيل وبطيء، صادقين والله، بس ان شاء الله انه بيكون كويس. شفتوا يدافع كويس على الاقل. صفر صفر، انتهى الجيم. ابطال السوبر الاوروبي، صراحه مباراه سهله، وانا اصلا ما اهجم الا من جهه ارنولد وسانشو، تخيل يعني كنت مركز عليهم. اوكي كفو، ارنولد جيت وتوجت على طول. انتو سانشو تشوفون بطولات كثير مع زلاتان. اوكي سويت محاكاه لان كان في توقف دولي وطلعت مجموعتنا في الشامبيونز ليج. انا جالس اسوي سكيب للمباريات السهله عشان ما اضيع وقت، تعرفون ترى الاسبوع الجاي فيفا 22. على العموم مجموعتنا في الشامبيونز ليج معنا الفريق هذا اللي كان شعار كرواتيا، ما ادري وش هو، زائد معنا موناكو لشبونه، فكلها انديه سهله، فبسوي سكيب ان شاء الله نفوز. حلو فزنا، وبنلعب الحين ضد ريال مدريد في الكلاسيكو الاول في هذا الموسم. وشو اليوم الاخير لتقديم تصفيات كاس؟ اي صح، اثر درب السويد، وبعد نهايه موسم الانتقالات شوفوا كيف ارباحنا. قال لكم انا بعدل، خلاص ابعدل الديون هذه اللي في النادي، شوفوا كيف صرنا ندخل. على العموم عندنا كلاسيكو، اول مره يجي كلاسيكو في الحلقات اللي في البدايه. دياغو كارلوس موقعين معه، سيلفا وفينيسيوس وبنزيما لازال متمسك، ما شاء الله تبارك الله. على العموم خلونا نحط تعليمات ارنولد، نسيت احطها من برا. انضمام للهجوم، اباك متداخله. ها وسانشو اختراق منطقه العمق. اوكي عمق يا سانشو، ارنولد يدخل. هذه هي الفكره للهجوم هذا الموسم. كلاسيكو والله ما توقعت بيكون في كلاسيكو بدري، والحلقه الثانيه الحلقه الثانيه من الموسم الجديد على طول الكلاسيكو وفي الكامب نو. يا ساتر يا مندي. اوكي سانشو تعالي تعال. لا لا يا سيد انت وياه، ايش فيكم؟ اوكي زلاتان زلاتان هدي، العب ارفع. حلوه حلوه حلوه، نعم الهجمه. هذا الموسم بتشوفون ثنائيات سانشو وارنولد كثير. كلاسيكو يا عيال، والله انا الى الان احس اني ما دخلت جو الكلاسيكو لانه جاء بدري روعني، تونا بادين الموسم على طول الكلاسيكو. عندنا بدري، لو تفكر تنطلق. حلو ما تبي تنطلق، ممتاز ممتاز. بدري بدري، يا سلام يا بدري. هي حكم. اوكي جميله جميل، ارفع كورتو. سانشو 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 لارنولد. اوكي ارنولد تمريره، زلاتان زلاتان شو تسوي؟ تركي تمشي على جنب بسرعه. يا سلام يا سلام، روح اخترق 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 سانشو، اخترق يا سانشو. اوكي اللعب يا سانشو، شلون ضربه مرمى يا رجل. الريال الريال يهجم، يا الله يا ديونج ديونج، واضح انه بيغطي على باريلا هذا الموسم. يا عيال افتحوا لي، ما بغيت فرينكي. والله ديونج يا عيال مستلج، ايش عنده؟ ديونج الهدف الاول في الكلاسيكو، قلت افتحوا لي. انطلق ديونج يا اخي، يا ديونج اول هدف في الكلاسيكو ضربنا الريال بعد 27 دقيقة. والله يا التمريرة، فيربو موجود، فيربو يا فيربو. اوكي خطيرة خطيرة، اوبا ميكانو مدري ميكاليلي، زبدة الاثنين ذولي صاروا يشبهون بعضهم جنب بعض، ايش السالفة؟ يا ساتر يا ساتر يا ارنولد، جالس تعاني قدام فينيسيوس. اوكي اوه يا ساتر ديونج يا الفيفا تكفل، لا حول ولا قوة. الشوط اول والله الخطورة كلها مننا، الريال ما قدر يهجم الا هجمتين وعرضيتين وما منها فايدة. احس اني بديت اتعود على التكتيك وزي كذا، لاني ثاني موسم مع برشلونة، فحس اني عارف اللعيبه صح. كفو ارنولد قطعها. اوكي زلاتان زلاتان هدي عشان ما تنقطع. تمريره يا سلام يا مبابي. اوكي تمريره روح. الله 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 الله، شكله الثاني شكله الثاني. مبابي 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 يا يال. لو شت ترى بلوك، لو شت انقلها لارنولد اجل، انقلها ارنولد. ارنولد يرفع ديونج ديونج العقرب، سويت العقرب ديونج. يو العقرب ديونج مولع ذا الموسم،
بداية حلوة والله لفرينكي، شفتوه حتى فرسالة تتكلم عنه. اوكي تمريرة لا تنقطع. ديونج ديونج لسانشو ديونج اسيست، بصمة فرينكي طالع هذا الموسم. كفو يا فرينكي ديونج اسطورة. تعال بس تعال، يا سلام ما فيها فاول ولا شيء. بدري يا يعني والله بدري خرافي، اقسم بالله انه بدري خرافي. اوكي لا هذا بريدج، هذا سوى سور بيتكم فهمت اذا طلعت كذا العصر. خطيرة حلو، لا زالت للاسف لا زالت. هاي اورلد اوكي الثقل متسلل صح. طيحته في النص يد انا طيحك يا خطيرة. اوبا ميكل وش لوكاكو من وين جيتني الله يقطع بليسك. الكرة مع تيريش تيجن يرسلها لارنولد، وارنولد بالراسل سانشو. يا سلام والله يا عيال متعة، والله يا عيال متعة متعة متعة. فابغاك تعطينا ارتقاء حلو. لا وميكاليلي، لا يا مندي قتلها مندي يا عيال. اوكي ارفع يا ليل يا كورتوا، مستحيل الرفعات ما شاء الله ما المهم فهمتوا انتم. بغيت اكلج انا تكليجه قويه قبل شوي. حلو عمق 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 ارفع. مبابي اعطوني يا سانشو، الله لا يوفقكم يا فيفا، الله لا يوفقكم. قبل شوي المفروض يعطوني سانشو واكملها انا في المرمى. قائمه خير. اوبا ميكانو جميله، شوت ديونج هدف. على العموم فزنا على الريال في كلاسيكو بدري، مستحيل إن ما توقعت انا والله كلاسيكو كذا بيجي بسرعه. الجوله الجايه اتلتيكو مدريد، انواع العرق هذا الموسم واضحه. اتلتيكو مدريد هو المتصدر وانا الرابع، اذا فزت عليهم احتمال اسرق الصداره واعطي الصداره لسلتا فيجو. حلو الملابس تتشابه، دقيقه نعدلها، نلبس الاسود هم يلبسون هذا. قبل ما نبدا خلوني اوريكم ايش كنت مسوي. كنت مسوي زي كذا ارنولد، لا دقيقه كنت مقدم سانشو شوي. ارنولد كان ار ام، تخيلوا دقيقه رجعت باريلا انا هنا سي ام، وهذا لفيته يمين. كنت العب زي كذا ترى والله ضد ريال قبل شوي، فاحتمال اني اكمل طول الموسم زي كذا العب بدون ار بي. هذه فلسفه بيب جوارديولا جالس اطبقها هنا، بس احس التشكيله حلوه. مشت في الكلاسيكو ممتاز، اذا مشت ضد اتلتيكو مدريد بثبتها كذا يعني فتره لين نبدا نتعود عليها. اتلتيكو مدريد فريق بثر دائما غثيث هذا الفريق، وفريق هازمني في كاس السوبر. الله يا باريلا ايش الورع ذا. اوكي سلاتان يا سلام التمريره، هدف بدري مبابي. الله يقطع راسك تمدور. شوف مبابي بدل ما يشوت جالس يلعب الكوره براسه قبل شوي. اوه جول، حلو 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 كليان مبابي. خطيره خطيره خطيره، اتلتيكو مدريد بادي بقوه والله. اوكي خطيره يا سلام، والله العظيم وراها شيء، وراها هجمه ويمكن وراها هدف. روح زلتان دائما زلتان يطلع زي كذا، والله دائما زلتان يسويها. جيب الكوره يا سلام، جيب الكوره مو بتشوت الكوره. دائما انا ملاحظ اهداف زلتان كذا ينفرد بعدين من الطرف على طول توصل له للعمق. اوكي تعال اوه حلو 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 حلو، السلك واجد صح، السلك واجد مره يا عيال. سانشو طرب، تكفى بابي يا عيال، وش فيه بيذبحني ذا والله لبيعك عاد، تراك بديت عاد تصير مخيس. ليلي مبابي فلسفة ما لها داعي ابدا. سانشو زلتان يا عيني يا عيال، سانشو هو الرجل. شوف سانشو كيف تحركه معي، شوف اللاعب اللي يفهمني، شوف ديمبلي ايش كان يسوي الموسم اللي فات، ذبحني ذبح. على العموم سجل مبابي الهدف، والحمد لله لحقت على الكام لانه طفى، بس اني ركزت على طول وعدلت الموضوع، ما فات الا لقطه مبابي كويس. تمريره زلتان 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 وين؟ انا كنت ابي يعني على الاقل لوب ويجي هدف كذا اكسبها. اوبا ميكانو كفو، تمريره اوكي وقف شوي، هدي شوي، خلونا نلعب فيهم شوي بالاستحواذ بما ان تقدمنا بالنتيجه، تعبهم شوي بالتمريرات. حلوه هنا سانشو الارنولد، اوكي بيده يا يهودي يا حكم. سانشو الله يا سانشو، اوكي تمريره ارنولد سانشو يا سلام، والله الجهه اليمين صار قويه يا عيال. تمريره ارنولد
يرفع امبابي يا باريلا. باريلا كان يمديك عليها وش. والله الافتكاك صح يا حكم قل له قم. سانشو وين؟ اوه يا السلك يا الله تعبت والله والله العظيم. يا البلايستيشن يستغل اي فرصه عشان ينفرد ولا تصير هجمه خطيره والله. الله يقطعهم يا شيخ قرفون اللعب. اوكي سانشو سانشو ادخل ارنولد ارنولد اوه لازم لازم هدف لازم هدف. ارنولد ارفع راسك يا مبابي. لا تمريره الجهه اليمين الجهه اليمين يا عيال الجهه اليمين صايره والله العظيم قوه غير طبيعيه عند ارنولد وسانشو. تمريره جول. سانشو اسيست او اسيستين وارنولد اسيست الى الان. الوضع الوضع اسطوري. سانشو مسجل بعد. تمريره اوكي فيربو فيربو يمديك 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 والله والله يمديك والله يمديك ارفع اوكي وبلوك سانشو. لو شت ترى بلوك لو شت بلوك عشان كذا وقفت انا. هدي هدي بريلا امسك ديونج معليش يشبهون البعض. امسك الكوره امسك الكوره تعبهم 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 تعبهم. ارنولد 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 بريلا الله 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 الله, الله يد. يا شيخ تعبتهم تعبت اتلتيكو مدريد من 2-0 ل 5-2. ارنولد ثاني اسيست اوكي 5-2 تم دعس اتلتيكو مدريد وفي ارضه 5-2. رجل المباراه مين بطالع يا سانشو يا ارنولد يا زلاتان جونيور. واحد من ذي الثلاثه مستحيل تطلع عن ذولي. زلاتان جونيور نعم هو اللي فاز فيها بتقييم 10. وصلنا نهاية حلقة اليوم. أبدا ما توقعت حلقة اليوم بيكون فيها الريال وزيادة أتلتيكو مدريد في حلقة واحدة. يعني جو بدري مرة. هذا الموسم بيكون سريع يا عيال بسوي كثير محاكاة فعادي يعني لا حد يجي يقول لي لا تسوي محاكاة. الأسبوع الجاي أقول لك بتنزل فيفا. الأسبوع الجاي أنزل لكم أول حلقة من الكارير فيفا 22 واضح. على العموم يا عيال لا تنسون متجر كيمبو سيتي. الرابط حقه موجود تحت في الديسكريبشن. اضغطوا على الرابط واستخدموا الكود حقي B10 واستمتعوا بجميع المنتجات اللي عندهم مثل ما قلت لكم تجميعات كراسي اكسسوارات العاب سماعات عندك كل شيء موجود عندهم كفرات جوالات. وان شاء الله في الايام الجايه بعلن عن مسابقه راح يكون عليها عروض كويسه. وفبس هذا اللي كان عندهم. تصل لكم الاشتراك ومع السلامه.